بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أصدقائي الأعزاء، قناتكم قناة كنوز من المعرفة. اليوم إن شاء الله هنقدم لكم درس جديد من دروس احتراف إكسل. هنبدأ نتكلم النهاردة عن مجموعة معادلات بتتكلم كلها في موضوع واحد، اللي هي معادلة صم زي ما شايفين، وصم إف وصم إف إز. هنتكلم عن صم وهنتكلم عن صم إف وهنتكلم صم إف إز. إن شاء الله ممكن الموضوع ياخد فيديو واحد أو فيديوين، لكن إن شاء الله هنتكلم عليهم بالتفصيل. أرجوكوا ما تروحوش بعيد، وما تنسوش يا جماعة تعملوا سبسكرايب للقناة واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل ما هو جديد. الفيديو ده فيديو مهم جدا جدا لكل مهتم بالإكسل، وإن شاء الله الفيديو لنهايته هتلاقوا معلومات جديدة، وعندنا منوعات وعندنا أفكار وعندنا مناظر جديدة إن شاء الله هتعجبكم. الموضوع بتاعنا موضوع شامل، لأن قناتنا قناة كنوز من المعرفة شاملة إن شاء الله. اللهم يا رب، من نشر هذا المقطع اجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقه من حيث لا يحتسب، واجعله شريكا لنا في الأجر يا رب. رجعنا تاني، ان شاء الله هنتكلم دلوقتي عن اول معادلات صم. هنتكلم عن صم ازاي يتم عملية الجمع. احنا عارفين ان صم هي عبارة عن اللي هي ايه، عملية اللي هو الاوتو صم بالشكل ده، بيجمع لي عمود او سواء كان رأسي او افقي. ماشي يا جماعة، بالشكل ده يجمع لي عمود سواء رأسي او افقي. طب بيتم ازاي؟ لو انا في نهاية العمود كده عاوز اجمع العمود ده كله، اروح على الايه، على علامة اوتو صم كده واضغط اوتو صم، هتلاقي عمل لي انشاء للمعادلة بالظبط، وحدد لي الرينج بتاعي اهو يساوي صم، وحدد لي الرينج من اف 4 ل اف 26. ضغطت انتر جاب لي الجمع بتاعي. طيب لو انا عاوز اعمل اجمع عمود افقي، لو انا عاوز اجمع عمود افقي، اجمع عمود افقي ازاي؟ هنا اهي معادلة صم اهيت بالشكل ده، معادلة صم هنا بالشكل ده. طيب هنمسح دي كده اهو، وبعدين نروح ننشئ معادلة صم. كلير، ثواني يا جماعه، كلير كونتنت، واجي انشا ايه معادله صم. احنا عرفنا جربنا هنا العمود ده، جمعناه جمع ايه راسي اهو، نجمعه تاني هنا تاني اهو، كلير كونتنت اهو. انا عاوز اجمع العمود الراسي اهو اوتو صم، وحدد الرينج اوتوماتيك. طب عاوز اجمعه افقي، الجزء ده كده اوتو صم اهو زي ما انتم شايفين، وحدد الرينج اوتوماتيك. طب هل يمكن يجمع اماكن ما تكونش متجاوره متفرقه؟ ممكن يجمع اماكن ما تكونش متجاوره وتكون متفرقه. بمعنى طيب انا عندي دلوقتي اعملها ازاي؟ هنشئ انا المعادله اهو، دي معادله اهيت انا عملتها اهيت، بس همسحها ونعملها من تاني اهوت. اقول كلير كونتنت، اقول يساوي. احنا اتفقنا يا جماعه اي معادله في الاكسل بتبدا يساوي، ولغه الجهاز تبقى انجلش. خلاص نضغط على صم اهو، صم، نكتب صم كده وافتح قوس ماشي، واحدد الرينج بتاعي. انا عاوز احدد الرينج ده من هنا لهنا كده خلاص، واقفل قوس. وبعدين عشان اخد رينج تاني غير متوقع، اعمل سيمو كولون اللي هو حرف الكاف، وافتح قوس، واحدد الرينج ده من هنا لهنا اهو، واقفل القوس. طيب هنا اعمل ايه؟ لازم انا افتح اقفل القوس كده من هنا، واقفل القوس من هنا، واقول له انتر اهو، جاب لي 72 اهو. خد بالكم موضوع الاكواس دي مهم جدا جدا يا جماعه، موضوع الاكواس مهم جدا جدا. يبقى انا كده بدل ما كانت صم بتجمع لي عمود راسي او عمود افقي، انا خليتها تجمع عمودين اتنين في اماكن متفرقه. ازاي؟ فكره ان انا كتبت المعادله صم وفتحت قوس وخدت العمود الراسي ده، وبعدين كده عملت سيمو كولون وخدت العمود الافقي، وبعدين ايه قفلت بالاكواس زي ما انتم شايفين. الاكواس دي مهم جدا. طب ممكن اجمع الرقمين دول كمان؟ ممكن اجمع الرقمين دول كمان. طب اعمل ازاي؟ اجي اضغط على اف 2، خد بالكم اف 2 اهو بيعدل في المعادله، واجي هروح ايه في نهايه القوس ده كده اللي هو ده اهو، بعد القوس اللي هو العلامه الحمراء ده، واخد سيمو كولون، واقف وافتح قوس، واضغط على الرقم ده 12، واقفل القوس،
وبعدين اخد سيمو كولون لو حرف الكاف اهو وافتح قوس واضغط على الرقم ده 12 اللي هو الرقم ده الخليه دي واقفل القوس. خد بالكم معايا يا جماعه اهو ضغط جمع لي اهو 96 يبقى هي المعادله اهي. الفكره كلها فكره اقواس وبعدين ان انا بعمل ايه سيمو كولون. يبقى انا كده عرفنا ازاي نستخدم معادله صم. معادله صم ممكن اجيبها من هنا من هنا كده او ممكن اكتبها بايديا. وتعودوا يا جماعه اللي عاوز يحترف اكسل يعني يحترف اكسل ويشتغل على طول يحفظ المعادلات ويكتبها بايده. خلاص يبقى كده عرفنا صم ازاي نجمع باكتر من طريقه، طريقه عمود راسي او عمود افقي او اماكن متفرجه. ماشي طيب هنا بقى يا جماعه هنتكلم عن داله صم اف اللي هو الجمع الشرطي زي ما انتم شايفين كده. ماشي الشرح الموجود في الكتاب، والكتاب ده يا جماعه ان شاء الله هحط لكم الرابط بتاعه في المربع الوصف اسفل الفيديو وفي اول تعليق ان شاء الله. اللي يحب ينزل الكتاب يحب ينزله، بس الكتاب من غير شرح الفيديوهات مش هيفيدك كتير. لو انت مبتدئ في الاكسل او معلوماتك في الاكسل 50% لازم تحتاج حد يشرح لك، لان الكتاب لوحده مش هيكفي. لكن اللي عاوز يستعين بالكتاب، الكتاب ان شاء الله ومهم جدا تنزلوه. الكتاب هسيبه لكم في رابط في مربع الوصف اسفل الفيديو في اول تعليق ان شاء الله، لانه كتاب ممتاز جدا. هنا بيقول لي ايه الجمع الشرطي سام اف اهو بيساوي عندي رينج وعندي كريتيريا وعندي صم وعندي رينج. هي بيقول لي هي من عائله الداله صم لانها لا تجمع الا في حاله تحقق شرط معين. الرينج اللي هو نطاق الشرط وهو نطاق الخيانات الذي سنحدده له معيار من اجل تحققه سيجمع قيمه المقابله. كريتيريا اللي هو المعيار المراد تحققه حين يقوم بالجمع. سام رينج نطاق الجمع ونطاق الخيانات الحاويه على القيم المراد جمعها. ماشي وادي جايب لي مثال اهو. ماشي هنشرح ان شاء الله الموضوع ده على الجدول بتاعنا، على الجدول بتاعنا ده. طيب هنبدا يا جماعه نعمل تجربه عمليه دلوقتي على معادله سام اف. هندي مثال دلوقتي للجدول اللي احنا شغالين عليه. انا عندي العمال بتوعي شغالين بنظامين، نظام فول تايم ونظام شورت تايم. الفول تايم اللي هو الدوام الكامل والشورت تايم اللي هو بعض الوقت يعني جزء من الوقت. ماشي انا عشان استخدم المعادله بتاعه صم اف هبدا اقول مثلا حدد لي مرتبات حساب مجموع مرتبات الموظفين الذين يعملون بنظام يوم كامل. ماشي بنظام يوم كامل اللي هو الايه فول تايم ده كل ده كده، وده ده المرتبات. انا حاطط بس ارقام وحاجات بس يا جماعه دلوقتي عشان ايه اقرب لكم المثال وتفهموه بالظبط. انا دلوقتي عندي الاجمالي اهوت بالمعادله دي اتصام عندي 23 العدد بتاع 23. عشان نشرح المعادله لازم نختار رقم صغير وبعد كده ايه نضيف الارقام زي ما احنا عاوزين عشان بس بنعمل ايه تيست على المعادله نفسها. خلاص انا هبدا المعادله بتاعتي اقول يساوي اهو ماشي واقول صم اف عليك تبقى على طول وافتح قوس معايا يا جماعه بفتح قوس اهوت وبعدين بحدد الايه العمود اللي هو فيه الايه النوع العمل اهو كله كده للنهايه. خد بالك ما تسيبش خليه للنهايه وبعدين اضغط على حرف الكاف اللي هو سيمو كولون. وبعدين انا هشتغل على ايه دلوقتي على الفول تايم. ماشي ممكن يا جماعه اكتب فول تايم وممكن احدد اي خليه فيها ايه كلمه فول تايم. يعني ممكن اكتب فول تايم او احدد اي خليه، بس خد بالك وانت بتحدد الخليه اللي انت بتحدد الخليه اللي هي بالظبط اللي هي فيها الفول تايم. ضغطت على الخليه الاولانيه دي كده اللي هي اي 4 اهوت وبعدين فتح اضغط على سيمو كولون اللي هو حرف الكاف. احدد بقى الرينج يجمع لي المرتبات اللي الناس اللي شغاله فول تايم. ادي اخد العمود كله اهو العمود بالكامل اهو وبعدين اضغط انتر الاقي هنا عمل لي اللي هنا كام 14 فرد. يعني الحساب كله دلوقتي 14. طيب المعادله ديت الشورت تايم، يعني انا دلوقتي هعمل ايه بقى نظام الشورت تايم؟ مجموع الاثنين لازم يبقى 23. اضغط اهو علامه يساوي واكتب صم اف وافتح قوس نفس الطريق احدد الايه الرينج بتاعي اللي هو في نوع العمل فول تايم كله اهو للاخر واضغط حرف الكاف اللي هو سيمو كولون واحدد اي خليه مكتوب فيها شورت تايم من الخلايا اللي قدامي دول كده اهو وبعدين اضغط على حرف الكاف وبعدين احدد العمود كله اللي هو فيه المرتبات. ادي العمود كله فيه المرتبات اضغط انتر
ادي ضغطت انتر، قال لي كام؟ 9. طيب مجموع دول الاثنين كام؟ 9 و14 كام؟ 23. اللي تحت هنا كام؟ الاوتوصام 23. يبقى المعادلات بتاعتي شغاله مظبوط. انا ليه انا بس بوريكم المثال ان انا ايه حطيت رقم صغير عشان الرقم الصغير ده ايه بقى انت فاهمه. انت لو معادلات كبيره، لو انت غلطت في خليه واحده، ضغطت على خليه فول تايم او شورت تايم بالطريق الخطا، ممكن تعمل لك مشكله. او حددت العمود للرينج بتاعي، بدل ما بحدده من هنا مثلا ممكن احدده من هنا، هيبقى انا عندي ايه 22 ايه خليه، يبقى في مشكله في المعادله. انا بعمل تيست بالرقم الصغير عشان اتاكد ان المعادله بتاعتي سليمه. ممكن احط المرتبات زي ما انت عاوز بقى، احط هنا 2500 اهوت، هتلاقي المرتبات بتزيد معاك، حط 3000 اهو في بدايه الانشاء المعادله بس الاختبارات اهو 3500 شورت تايم، هتلاقي اوتوماتيك المعادله بتزيد اهو. حط اي ارقام اهو، المفروض الاجمالي ده اهو يساوي الاجمالي اللي تحت. الاجمالي هنا كام؟ 68742. يبقى تحت هنا كام؟ لازم يبقى 68742 مظبوط. يبقى انا كل معادلاتي كده مظبوطه شغاله صح. يبقى دلوقتي المعادله بتاعت صم اف من المعادلات الممتازه جدا. بحدد الرينج اللي انا هشتغل عليه، الكريتيريا المعيار بتاعي العمود اللي هو فيه ايه الورك. ممكن ايه اكتب فول تايم او اكتب شورت تايم، لكن انا بفضل احط الخليه. لو انا حبيت اكتبها هنا فول تايم هنا اهوت، الخليه بتاعتي دي اللي هي كام؟ اللي هي ايه 4 اللي هي دي اهي، ممكن اكتب فول تايم هنا، بس لازم اعمل علامه تنصيص. هتبقى اضغط اف 2 كده اهو واروح لدي معايا، امسح، بس لازم اعمل علامه تنصيص واكتب فول تايم صح. لو غلطت في حرف من الحروف هتبقى مشكله. فول تايم اهو، واقفل بعلامه التنصيص واضغط انتر اهو، اداني المعادله مظبوطه، اداني المعادله مظبوطه. بس الاسهل بقى يا جماعه ان انا احدد الايه الايه الخليه دي، احدد الخليه زي ما كان، اعمل تراجع اهو اهو، احدد الخليه كده. والشورت تايم نفس القصه بالظبط، ماشي. الشورت تايم نفس القصه بالظبط، اللي هي الخليه اللي انا واخدها ايه دي اللي هي 10، اعمل علامه تنصيص واكتب شورت تايم اس اتش او ار تي تايم تي. لو غلطت في حرف هتبقى مشكله، واضغط علامه التنصيص اهو، نفس المعادله اشتغلت معايا، ماشي اهي المعادله زي ما انتم شايفين اهي. لكن الاسهل ان انا احدد الخليه، بس تحددها مظبوط، وانت بتحدد حدد مظبوط اهو، اعمل تراجع أهو. يبقى كده نكتفي بالفيديو ده. احنا شرحنا معادله صم، وشرحناها باكتر من طريقه، اللي هو الجمع التلقائي، عمودين عمود جمع عمود كامل او جمع عمود افقي راسي او افقي او في اماكن متفرقه. شرحنا المعادله بتاع صم اف بنفس النظام. بكده يا جماعه نكون انتهينا من درس اليوم. الملف ده ان شاء الله انا هرفعه لكم واسيب لكم الرابط بتاعه اسفل الفيديو اللي بينزله واستفيد منه، ماشي. الكتاب ما تنسوش، الكتاب مهم جدا جدا. الكتاب اهو ان شاء الله برضه هسيب لكم ايه الرابط بتاعه، موجود اسفل الفيديو في الوصف في اول تعليق للي يحب ينزله. وبكده يكون انتهينا من درس اليوم. وما تنسوش يا جماعه تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. قناتنا قناه كنوز من المعرفه، احنا بنشرح فيها اكسل، بنشرح فيها مونتاج، بنشرح فيها، بنحط فيها مناظر طبيعيه، بنحط فيها موسيقى، بنحط فيها طرفه، بنحط فيها معلومه. قناه متنوعه، واللي مهتم بجزئيه معينه هيلاقيها في القناه. الربح من الانترنت، البيتكوين، هيلاقي كل ده موجود في القناه ان شاء الله. يعني الاشتراك هيفيدك، هيفيدك، لان اي معلومه حتى لو ما انتش محتاجها هتفيدك. بالنسبه للجماعه بتوع الاكسل هيلاقوا دروس ان شاء الله متواصلين، وهنتواصل معاكم في موضوع الاكسل. وزي ما قلت اي حد محتاج اي معلومه، اي تعليق، اي كومنت بالنسبه للاكسل في اي مجال يبعت لي اسفل الفيديو في التعليقات، وان شاء الله انا هرد عليه على طول. وما تنسوش يا جماعه سبسكرايب، فعل الاشتراك بالجرس، اعمل لايك، اللايك مهم جدا جدا، شير لاخوانك، فالدال على الخير كفاعله، لان اللي محتاج معلومه وما بيعرفش ايه وانت بتوصلها له انت بتاخد عليها ثواب. والى لقاء في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.
Thank you.